هكذا إذا متابعينا مشاهدينا الكرام تواصلنا مستمر وأعلنت انطلاقة شوطنا الثاني والعشرين بمجموع هذه الأشواط. هو الشوط الأول للجعدان للإخوان السودانيين، شوط الختام الذي يودع برنامجنا بهذا اليوم. نسير إلى مقدمة الشوط والمركز الأول مشاغب عبد الحافظ الأمين السوداني من يقدم لنا مشاغب، بينما المركز الثاني بهذه اللحظات هنالك الوصول من الطاغي آدم الحمري هنا يقدم لنا الطاغي، بينما المركز الثالث يتقدم هذا الاسم القادم أيضا لم يدون معنا، بينما أيضا بشعار الصديق، بينما المركز محمد الزبير الشاعر، هذا الشاعر لمحمد الزبير السوداني في المركز الثالث. المركز الرابع وصل مدلل أبو بكر الصديق السوداني غادم مع مدلل، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى مشاغب. الله الله الله، مشاغب مشاغب عبد الحافظ الأمين السوداني من يقدم مشاغب، والشاعر في المركز الثاني محمد الزبير السوداني. بسم الله ما شاء الله، بدأت المعركة، بدأ الصراع، بدأ الصراع، بدأت المنافسة ما بين مشاغب ما بين الشاعر 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 مشاغب الشاعر. اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة لمن الفوز لمن الناموس، الشاعر ومشاغب. الله يا هي معركة، يا هو صراع، يا هو صراع، مشاغب والشاعر، مشاغب والشاعر. الشاعر لمحمد الزبير السوداني، سلام الشاعر، سلام سلام ابو الزبير، سلام، تهانينا والناموس. المركز الثاني مشاغب عبد الحافظ الامين السوداني، المركز الثالث، المركز الثالث حامل رقم اثنين اللي هو من ايضا النادر طلحه حمزه السوداني في المركز الثالث. هكذا نعود بالتوقيت الزمني، التوقيت دقيقتين وعشر ثواني ما شاء الله، توقيت مميز.